يقولون للحيوانات أسماء، يعني وتسمع اسمها وتعرفك، صحيح هذا الموضوع؟ اي صحيح. انت عندك حيوانات يعني مسميتهم؟ عندنا اول مره صخور، ليش كذب عليك؟ صخور ما صخور. اي وبعدين عجول، يعني بالنص العالم الجبينه والربوي. اي وش تسميهم؟ شنو الاسماء؟ ذكري لي اياهم. والله ما ادري، انا ما عندي اسم، يعني ايش اقول؟ انت ما تسميهن اسماء؟ لا لا ما اسميهن بس انا اعرف هي تسمع اسمها وتعرفها. بس هي تسمع الصوت تجي تعرفك. احنا تجينا هي. اي تعرفك. تعرف. شفتي مصاعب بتربية الحيوانات؟ مثلا يوم مثلا حيوان عضك، يوم مثلا يرفس، يوم كذا. هو اكو حيوان صحيح، اكو حيوانات يعني تنطح. انا اقول ما واجهتي هيك صعوبات؟ لا اكو. شلون انت ذكري لي موقف. مو بس اي ولا ذكري لي سالفه. يعني اكو حيوان يصير شلون اللي تستغرب تنطح من الدنيا اللي تريد تحلب، يعني طحتك في يوم حيوان صحيح ورجلها اذتك؟ اي رجلها تنطح. تاذيتي على في المستشفى لو شنو؟ لا لا ليش تنطح، يعني شيء خفيف مو مره مرتين تتعود عليك. وتعودت عليك. اي تتعود. شلون من تتعود؟ يلا بعد ما تتعود بعد عادي. زين وبحالات الولاده انتم تولدوهم لو شنو؟ اي نولدهم احنا ساعات، لا نجيب للبيت يجيبونهم بيطري. ها بيطري. نشوفهم. انتم هم اكو يعني الامراض تصيب الحيوانات وغيرها؟ اي تصير امراض. حالات يعني مستعصيه بالولاده، انفلونزا تصير بيهم. يجيبون طبيب خاص. يجيبون بيطري. يقولون الحيوان اذا مات يعني اللي مسؤول عنه كل شيء تأذى. اي صحيح. بعد انت مربيته وتعبانه عليه شلون تأذي؟ صار عندكم هذا الموضوع؟ اي. حتى يعني الاولاد خصوصا الاطفال. الاطفال اي هذا خاصه الكرم من الصخور من يجيبون. صحيح. يموتن ما يتحملن بالبرد. صغار. صغار اي نعطيهم مميات. اسهل هات تعطيهم مميات. اي مميات. انتوا تسوون حليب بالبيت وكذا؟ حليب نشتري بالبيت ونعطيهم خذ لهم مميات. تشعرين به طفل صغير وهو صغير خصوصا الاطفال بس هسه الموسم كله يموتن ما ظلن. ليش؟ من الجو بارد ما اعرف. يعني مو مرضى. لا اي مو يعني يجيبون كل شيء ما بيهم هيك اسبوع اسبوعين وموتن. يعني بس الصخور بس الصخور بس غير حيوانات لا يعني شويه ولادتهم تصير هسه هاي الموسم صار قامت تتقرب علي شويه شويه هسه هالموسم صار بيهم يعني ذيك السنين ما بيهم شيء زين يعني اكو خسارات عندكم؟ اي والله خسارات. زين 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 يعني اكلهم شربهم كله انت؟ كله والله كله كله غالي. اولادك غالي؟ اي كله غالي العلف وهسه الخبز الطحين تعرفين كله غالي طبعا. اولادك علمتيهم انه يدارون الحيوانات؟ انت موجوده مو موجوده كذا؟ ما هي موجوده يعني مرت حماش يعني انتم متجمعين عليها كلهم. زين وين انا شفت يمكن ببعض المناطق يدمجون الحيوانات سوا. هاي موضوع صحي يعني للحيوانات انه يدمجوهم سوا؟ اي صحيح. لو كل حيوان لا وحده؟ لا كل واحد بوحد. اذكر من الصخور بوحد والخرفان بوحد. يتعاركون؟ يتعاركون. مو صحيح من تخليهم سوا؟ القارب بوحد. حتى الحيوانات تتعارك؟ تتعارك. لازم شويه نفرقهم. وساعات يصير شنو مكان ضيق يعني لازم كل شيء بوحده. تشوفين هذا العمل متعب للمرأة؟ اي والله تعب. اي تعب بس احنا متعودين بعش ما يتحمل الرجال هذا لا العمل. ما يتحمل الرجال. بس المرأة. بس المرأة. الحمد لله الله يعينك ان شاء الله تعالى. الله يحفظك الله يخليك.